بعد شد وجذب يعلن اليوم وزير الإعلام اللبناني استقالته لإنهاء الأزمة اللبنانية المعروفة بأزمة جورج قرداحي، والتي جاءت بعد تصريحاته قبل تسلمه المنصب الوزاري، وصف فيها الحرب على اليمن بالعبثية، ما أثار غضب السعودية وعددا من دول الخليج، الأمر الذي دفعها لسحب سفرائها من لبنان. خطوة تطرح تساؤلات حول إمكانية إسهام هذه الاستقالة في فض الخلاف الذي دام أكثر من شهر بين لبنان والسعودية. استقالة الوزير جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني لا يبدو أنها تنهي الأزمة مع السعودية، والأزمة السعودية لم تبدأ مع استقالة القرداحي. منذ سنوات السعودية سحبت إيداعاتها المالية من البنوك اللبنانية وتخلت عن التيار الذي كانت تدعمه في لبنان وتموله، وهو تيار المستقبل، وحصلت قطيعة بينها وبين سعد الحريري بشكل نهائي تقريبا. فالمشكلة معقدة ولا تتعلق فقط بمسألة القرداحي. أما عن تأثير استقالة وزير الإعلام اللبناني على المستوى الداخلي، فلن يغير من وضع لبنان برأي مراقبين، بالنظر لكون البلد يتخبط في عديد الأزمات. بالمقابل مشكلة الحكومة اللبنانية المشلولة والتي لا تجتمع، يعني منذ نحو شهرين شهر ونصف تقريبا لا تجتمع، ليست لأن يعني بسبب تصريح الوزير قرداحي، وإنما بسبب يعني قرار ابتزاز حزب الله للحكومة، والذي يفرض إقالة هذا الأهم والأخطر، إقالة المحقق العدلي في جريمة يعني تفجير مرفأ بيروت، يطلب يعني حزب الله إقالته لكي يعيد يعني الحياة إلى مجلس الوزراء وإلى العمل إلى مجلس الوزراء. استقالة جورج قرداحي وإن جاءت لمطالب داخلية وخارجية، فإنها بحسب المستقيل تهدف لإعطاء دفع إيجابي لمبادرة الرئيس الفرنسي في محاولته التوسط بين بيروت والرياض لاستعادة العلاقة من جديد.